أهم ما ميز اللقاء هو هذا الهدف الوحيد من إمضاء خالد جورمي لصالح المولودية التي تخطف 3 نقاط ربما ستكون حاسمة لمشوارها مستقبلا. وبالعودة إلى ملخص اللقاء، فوضعية الفريقين واللعب بدون جمهور معطيات رمت بظلالها على أداء التشكيلتين، فعشنا شوطا أولا لم نشهد فيه شيئا يذكر، وبأداء متواضع افترق الفريقين. المرحلة الثانية انتعش قليلا اللاعب الهجومي من جانب العميد، والبداية برأسية عواج التي تصدى لها الحارس جوناثان. وانتظر الجميع حتى الدقيقة 63 ليظهر جورمي وينصب نفسه هداف اللقاء بإمضائه لهدف غال أسعد به زملائه والطاقم الفني. زملاء حشود حاولوا قتل المباراة مبكرا بإمضاء هدف ثان، لكن محاولاتهم لم ترقى إلى المستوى المطلوب في العديد من المناسبات، فيما كان بإمكان الضيف اتحاد بلعباس العودة بنقطة ثمينة لو أحسن شوباني سفيان التعامل مع هذه الهجمة في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.